النهارده ان شاء الله يقام لقاء بين المملكه العربيه السعوديه وفريق دوله بولندا. طيب النهارده عشان السعوديه ان شاء الله تفوز، يعني تفوز ازاي؟ اول حاجه لازم اللعيبه تنسى ان هي فازت على ارجنتين، ودي طبعا دي اهم حاجه. بس اللعيبه لو ما نسيتش ماتش الارجنتين ده خالص، السعوديه النهارده للاسف هيحصل معاها حاجات مش كويسه. لازم المدرب يفهم اللعيبه ان الماتش ده كان ماتش ودي، او ماتش ما لعبناهوش اصلا، ويعتبر ماتش بولندا النهارده يعتبر اول ماتش. اللعيب العربي معروف لما بيلعب ماتش كويس الماتش اللي بعديه بيلعبه سيء. وانا مش عايز السعوديه بصراحه يعني تلعب ماتش سيء، انا عايز النهارده تفوز عشان تصعد ان شاء الله لدور الثمانيه من غير ما تدخل نفسها في حسابات تاني. وفي الاخر بقول لكم نتمنى الفوز للمملكه العربيه السعوديه والشعب السعودي الشقيق، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السعوديه هتفوز.